بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. إن شاء الله قبل ما نبدأ يا ريت ما ننساش اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا عقارات وشقق ومحلات ومكاتب جديدة بإذن الله، ومشكورا لو تعمل لايك تقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله. ويلا نبدأ فيديو النهاردة. النهاردة إن شاء الله معانا مكتب 70 متر للبيع، مكتب في منتهى الجمال وفي موقع تحفة. المكتب ده مكانه في شارع اللبيني، شارع اللبيني فيصل. ده الشارع الرئيسي بتاعه أهو، ده الشارع اللبيني الرئيسي. طبعا ده شارع 60 متر. الشقة في الشارع اللي هو العشرة متر، هو من 10 ل 12 متر اللي هو الشارع اللي قدامنا ده. نبدأ نخش على المكتب بتاعنا. المكتب ده مساحته 70 متر، مساحته 70 متر. نبدأ نخش كده من الباب. طبعا ده في برج 10 أدوار. نخش من الباب، أول حاجة بتجيلنا أكرمكم الله الحمام، بيجيلنا على الشمال أهو أول حاجة. طبعا لسه جديد المكتب، لسه جديد، حتى لسه ما تركبش فيه الحوض والصحي وكده، لسه ما تركبش. ده كده الحمام بتاعنا اهو. نخش بعد كده يجي لنا المطبخ، برضو نفس النظام، جديد لسه بيشوكوا زي ما بيقولوا، لسه الحوض ما تركبش. نخش بعد كده بيجي لنا الصالة أو صالة الاستقبال، بتبص على الشارع. ده الشارع بتاعنا العشرة متر أو الاتناشر متر اللي احنا داخلين منه من شوية. بعد كده عندنا غرفة مكتب جوه برضو على الشارع، يعني ده كده معانا ينفع عيادة الدكتور، ينفع مكتب محامي، ينفع مكتب، ينفع حاجات كتير جدا. طبعا مش محتاج حاجة، هتفرش على طول المكتب بتاعك، تحط مكاتبك وتحط دنيتك. المكتب ده مكانه في اللبيني فيصل بجوار مونجيني. المكتب ده مطلوب فيه 190 ألف، 190 ألف جنيه فقط. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.